وكذلك الأستاذ علمه عبد الله من الأساتذة الكبار من عياط ثقيف، يعمل هو أيضا في هدوء وبجدية وبصمت، يلتجئ إلى المختبر ولا تراه إلا إذا كان هناك حاجة أو اجتماع أو شيء من هذا القبيل. وأتمنى لهم تقاعدا مريحا وصحة وعافية حتى يحققوا ما كانوا يتمنون. وأريد أن أخبرهم بأن التقاعد فعلا مرحلة أخرى ليحقق للإنسان ما كان يتمناه، لأنه كان ينشغل بعمله وبأشياء في ميدان العمل. أما في التقاعد فلا بد الإنسان أن يكون عنده مخطط آخر ليحقق ذاته ويفكر في نفسه وفي عائلته وفي لما لم يستطيع أن يحققه في سبيل عمله ومن التضحية التي كان يقوم بها. ولهذا قل لهم لا تقلقوا، فإن التقاعد شيء مريح جدا، والإنسان كيفما كان الحال هذه مرحلة عمرية، لأن الأكثرية يقول لك أنا داش التقاعد صافي راه سهلة ولا شي حاجة. الإنسان دائما تبقى روحه شابة، لأن الوعاء هو الذي يشيب من روح فتبقى شابة بإذن الله. ونتمنى لهم التوفيق حتى يحققوا ما كانوا يتمنوا جميعا. وبهذه المناسبة أريد أن أشكر السيد عبد الكريم علالي والسيد حميد والسيد فاضل والسيد حنصار على حضورهم، لأنه هذه مدة طويلة ما لم نلتقي بهم. ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. ومن هذا المنبر أشكر جميع الأساتذة الذين سعروا على تنظيم هذا الحفل. في الحقيقة الأساتذة هم العيار الثقيل ويصرف تعويضهم، أنا أقولها وأقولها بشهادة، لأن يصعب تعويض مثل هؤلاء الأساتذة. وأتمنى لهم التوفيق والمسار والصحة والعافية إن شاء الله. وتنشكر كاع الناس اللي تعبوا ووجدوا هذا الحفل هذا. وفي الحقيقة كيتساهلوا أكثر من هذا الشيء، ولكن مع الأسف هذا هو حالنا، مع الأسف الشديد. والمؤسسة أنا مثلا نقولش المؤسسة ما قامت بما يليق بهم، ولكن هي قامت بما بوسعها، وهذا شيء مشرف. وكذلك أهني السيد أبو كار بالمنصب الجديد وأتمنى له التوفيق. وإخوان اللي انتقلوا السيد صالح أتمنى له التوفيق في عمله الجديد، وأشكركم جميعا. والسي عمر كذلك أتمنى له مقاما طيبا في مدينة مراكش وفي المنصب الجديد. ونشكره على كل ما أسداه لهذه المؤسسة من أعمال، وهو رجل يعمل في صمت وفي هدوء. وكما ترون فإن المؤسسة أصبحت جميلة وتفرح الزوار، وهذا شيء جميل جدا وفرحني كثيرا. وشكرا لكم جميعا، أتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم. إذا بداية أشكر الإخوان في استدعاونا قبل مراكش لحضور هذا الحفل الذي أصبح يميز المؤسسة، منهم السي عمر والإخوة المشرفين على تنظيم هذا الحفل. إذا فيما يخص الإخوان المحتفى بهم، إذا لا يمكن أن أضيف ما قال في أو ما قيل في حقهم. إذا السي كنوشرا آخر صديق المصاب، إذا نتمنوا له مزيد من الصحة والعافية والهناء والتألق فيما بقي من العمر إن شاء الله الرحمن الرحيم. أما السي علمو هو أيضا هو زميلنا في العمل، إذا عاشرناه 6 سنوات من العمل داخل المؤسسة. نتمنى له أيضا صحة وعافية وتقاعد مريح إن شاء الله الرحمن الرحيم. أما فيما يخص الإخوة، أرى أمامي مجموعة من الأساتذة والأستاذات الذي عملنا معهم والذين التحقوا بعد مغادرتنا للمؤسسة. والحديث وأرى مجموعة من الأسر والتلاميذ
إذن ينتظرون تكريمهم بالنتائج المحصلة عليها. إذن فهذا نتيجة العمل التي يقوم بها هؤلاء الأطر المؤسسة. نتمنى مزيد من التألق والتضحية، ونتمنى أن يكون الخلف إذن أكثر من السلف أو متميز كالسلف خارج من. كما أتمنى لسيد بوكار وظيفة مشرفة، وتمنى بالتوفيق إن شاء الله الرحمن الرحيم. ولا يفوتني أن أتحدث عن الناس ديال تيموليز. إذا قضيت هنا 6 سنوات، إذا عشنا جمعية الآباء في العديد من الأطر، رأينا إذا لكل بلد لها شرفاؤها، وهؤلاء الشرفاء وهم الذين يجعلون الموظف في مصلحة معينة يعمل أكثر ما في وسعه لتكون النتائج أحسن. إذا كما أتمنى السي عمر مقام سعيد بمدينة مراكش، ونتمنى له ظروف ملائمة وسعيدة إن شاء الله، وكذلك هؤلاء الشرفاء الذين لا زالوا يضحون من وقتهم على أساس إذا تنظيم هذه اللقاءات. وفي الأخير أتمنى التوفيق للجميع. الأساتذة الأجداء، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية كان بودي أن أحضر معكم اليوم لأشارككم فرحة تكريم زميلينا الجميلين الأستاذ عبد الله جابو والأستاذ محمد بنوش، لكن ظروف العمل من جهة والتزامات أخرى من جهة ثانية حالت للأسف دون حضوري لهذا التكريم، ولذا أرجو منكم جميعا أن تقبلوا اعتذاري. أيها الحضور الكريم، إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أتواصل معكم في يوم الوفاء والعرفان هذا الذي تحييه ثانوية عمر بن عبد العزيز التأهيل احتفال بالأستاذين الكريمين اللذين سينهيان في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله خدمتهما بعد مسيرة حافلة بالعطاء المتميز في حقل التربية والتعليم. أتوجه إليكما بتحية التقدير والاحترام للمجهودات الجبارة التي أخذت من عمركما سنوات تميزت بالتضحية ونفران الذات والسهر على أداء الأمانة أحسن أداء. لقد عرفت فيكما الرجلين الطيبين والإنسانين الصبورين والمربيين الخلقين، فلكما مني خالص الدعوات وجزيل الشكر على كل ما بذلتما من مجهودات للغاية والأهداف التضوية النبيلة التي آمنتم بها طيلة مساركما المهنيين. نسأل الله تعالى أن يبارك لكم فيما يستقبل من أيام عمركما بموفور الصحة والعافية، ولكل أفراد أسرتيكم الكريمتين، وأن يجعل حياتكما سعادة ورزقكما زيادة. وقبل أن أختم كلمتي هذه، يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل الحاضرين موظفين ومدعوين وتلامذة. وفقكم الله جميعا لما فيه الخير، والسلام عليكم. بداية أشكر كل الزملاء الذين عبروا وقدموا مشاعر نبيلة تجاهنا، فكل الدعم والسند يأتي منهم، فأجدد الشكر لهم مرة أخرى. شاءت الأقدار أن نتحمل مسؤولية رئاسة المؤسسة ابتداء من الموسم المقبل إن شاء الله، وهي مسؤولية إن كانت في ظاهرها تبدو سهلة فهي غير ذلك. فجئنا إن شاء الله لنتمم المسار أو المسير التي بدأها أسلافنا بكل تفاني وعطاء
ونكرانيزات. شكرا لهم جميعا. فيما يخص الإخوة المحتفى بهما، هما اسمان عزيزان انضافا الى اسماء اخرى غادرت في المؤسسة، واقول بانها ليست نهاية بل هي بداية مرحلة جديدة ان شاء الله. ونعاهدكم ان حبل الود سيتواصل ان شاء الله مع جميع من غادر المؤسسة بتقاعد او انتقال، وان المؤسسة تبقى ان شاء الله مفتوحة في وجوههم وهي دارهم ومقرهم. كلمة في حق المحتفى بهما، بمناسبة إحالتكما على التقاعد أتقدم لكما بوافر الشكر والتقدير لما حفلت به مسيرتكما العملية خلال فترة عملكما من جهود مباركة وعطاءات متميزة ساهمت في الارتقاء بمسيرة التعليم في بلادنا بشكل عام وفي منطقتنا على وجه الخصوص، مع أطيب الأمنيات لكم لحياة مستقبلية حافلة بالخير والعطاء، وسائلا للمولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه خير الدنيا والآخرة وتقاعد مريح إن شاء الله. وشكرا.